لو خلينا نروح بقى لمجموعه الشائعات اللي بتحصل خلال هذه الفتره على معظم لعيبه النادي الاهلي، وانا دايما بستغرب ويبقى عندي علامات استفهام كبيره جدا لهذا الموضوع بالنسبه ليه دلوقتي وليه بعض اللاعبين الكبار اللي موجودين في الفريق الاول. ده طبيعي، عديته طبعا بكل الحاجات دي. طبعا يا كابتن اسلام، احنا لو كان حصل حاجه اوضه اللبس دي دايما فيها حاجات كتيره جدا طبعا، خلاص، وكواليس كتيره جدا، وهنتخانق انا وانت في ثانيه هقوم اصالحك، مفيش مشكله بتحصل يعني في التاكلنج، هعمل عليك تاكلنج في التقسيمه هعورك، بس هقوم حبيبي ولا يهمك وبتاع، وهنقوم وخلاص، وانا بعمل عليك التاكلنج هتقوم انت تخبطني بالرجل، تمام، بس هتقوم بعدها نبص لبعض عادي جدا وهنرش بعض بالميه والموضوع خلص، مفيش اي مشكله. لازم الناس تفهم ايه العلاقه من لعيبه الكوره مع بعض، خلاص، في اوضه اللبس والملعب وفي التدريب حاجه، ها، والاعلام بيوصله للناس دي حاجه تانية خالص، في اعلام معين عايز يوصل حاجات معينه عشان يهد استقرار الفريق، يهد استقرار الفريق الناجح، يهد استقرار الفريق البطل، هي دي المشكله. بس الطبيعي يعني ان انت ممكن تتخانق مع زميلك، او مش تتخانق ولكن يحصل اي حاجه بينك وبين زميلك في الملعب، طبيعي يعني، ده طبيعي جدا في العالم كله. طبعا ده طبيعي جدا، ده سير اليكس سوري يعني مسك الشوز وحدف بيكهام في اوضه اللبس، يعني السير اليكس، ودول يعني مثال لكره القدم الاحترافيه. خلاص، بيبقى في سوء بين المدرب واللعيب، بين اللعيب واللعيب، ياما حصل مشادات كبيره جدا. ساديو ماني وصلاح، ساديو ماني في دماغه. اكتر حاجه انت شفتها ايه وانت بتلعب؟ حصلت بينك وبين مين؟ حصلت قدامك ما بين مين ومين؟ ايه اللي حصل ولقيتهم في ثانيه بقوا كويسين او انت بقيت كويس؟ لا، يمكن حسام غالي دايما كان مشكلة كبيرة جدا مع وائل جمعة في الملعب، الاثنين سخنين، ممكن عادي بقى في كلام، بيحب يرقص والتاني مشدات بينهم بالكلامية وبتاع، ولكن مفيش، واحنا خارجين الاثنين واخدين بعض وبيحضنوا بعض، مفيش أي مشكلة خالص. شفت ده كتير قدامك؟ كتير جدا، ومعايا أنا يعني معايا أنا مع حارس المرمى، كان مع وات ايفر الجول كيبر اللي بيلعب ورايا، أو السيرد باك اللي جنبي، بيحصل كتير جدا. أحداث كبيرة جدا يعني. لكن التوقيت، انت المفروض كل مصر في ظهرك وكل مصر بتدعمك خلال هذه الفتره، لانك داخل على دوري، على نهائي دوري الابطال، وممثل مصر الوحيد، وبالتالي المفروض ان كله يدعمك يعني. ده طبيعي يا كابتن اسلام، بس هي المشكله ان انت في ناس بتحاول زي ما بقول لك عايز توقع الفريق واستقرار الفريق. انت راجل بتمثل مصر، يبقى انت في هنا جهه منوطه بهذه الامور، واللي هو اتحاد الكوره، ده لازم يدعمك ويقف جنبك، لان انت بتمثل مصر، انت ما بتمثلش نفسك بس. أيوة. يعني قدر الله انت لو خسرت ولا حصل مشكله، ما انت فريق مصري. يبقى كده الجهه المنوطه لاتحاد الكوره لازم تبقى واقفه معاك بشكل كويس، لازم تبقى سبورت ليك جدا في الدعم. أيوة. ليك في كل حاجه، دي حاجه. تاني حاجه بقى الاعلام، الاعلام الرياضي كله اللي موجود في مصر لازم اتحرى الدقه كويس جدا، مش اي خبر يطلع لازم يتقال، لازم يبقى في، مش كل شويه اقعد اقول خبر وبعد كده اطلع سوري انا اسف معلش ما كانش قصدي، ما حصلش، انا مش انا، ده هو. فما انا مش حابب كده، انا لازم يبقى في مصداقيه في الاعلام. عندك مصداقيه، حضرتك هتقول خبر لازم تبقى متاكد منه 200 300%. خصوصا يعني لما تبقى النادي الاهلي، يا اخي استنوا بس لغايه لما نهائي دوري الابطال يخلص، وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عايزينه، لان خلال هذه الفتره الموضوع صعب مش سهل يعني. احنا بنحترم كل الناس وراء كل الناس، ما عنديش مشكله، بس انت بتعمل عدم استقرار للفريق، وده فريق بينافس على بطوله كبيره بتمثل البلد. فانا حضرتك من مصلحتنا ومن مصلحتك ان انت يعني تساعد على استقرار الفريق. ده اللي احنا عايزينه، انما انت ما ينفعش ان انت كل شويه تطلع تقول اصل معلش في خبر جانا 100% صح وبتاع واخبارنا واسرارنا، وفي الخبر بعد تاني يوم الاقيك انا اسف يا جماعه الخبر ما طلعش صح، بتكذبه، مش ممكن يعني. وبصراحه بقى لو تاخد بالك يا كابتن اسلام وانت عارف بقى كتير قوي ده، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، ان احنا دايما بتحاول ترد، بس بتلاقي الموضوع كتير قوي ومش منطقيه في نفس الوقت. بالزبط. يعني انت بتلاقي الموضوع مش منطقي فمش عارف ترد عليه، حد يقول لك ايه اصل الشناوي، على فكره ما ممكن تحصل حتى، يعني انا لا نقر بان ده حصل بالمناسبه لانه ما حصلش، ولكن في الاخر حتى لو حصلت ما هو بيحصل كتير، عشان كده بس كابتن شريف، كابتن اسلام، ده طبيعي جدا جدا ان يحصل صدام بين اتنين لعيبه، سوء فهم، لعيب بيزعق لي خش جامد انت شويه يا عم انت، خليك انت لو عندك بالمناسبه، انا بمثلها لك بالظبط اهو، هشوح لك كده بايدي، خليك انت في جونك دلوقتي، مش عارف ايه، عادي جدا، عارف، واحنا طالعين اوضه اللبس حبيبي يا شيري يا حبيبي يا شيري، خلصت بس خلاص. ده طبيعي جدا. يعني